وأنا لاحظتها من محلات ووكالات الدراجات هنا إنه مثلاً محل هوندا وكالة هوندا ممكن يخلي دراجات أخرى وقطع غيار وإكسسوارات للدراجات وشركات ثانية في الياماها بي إم، بس مستحيل يخلي شيء هارلي ديفيدسون. أعتقد السبب هو أسعار هارلي ديفيدسون. يعني هاي الجداحة إذا كان مكتوب عليها هوندا حصلها ب خلينا نقول مثلاً 10 ليرات 20 ليرة، بس هاي الجداحة نفسها إذا مكتوب عليها هارلي ديفيدسون راح تحصلها ب40-35 دولار، مو مبالغة. هاي أسعار هارلي ديفيدسون. طبعاً هاي وكالة ديكاري دوكاتي العراقي. أنا ما مهتم صراحة بدوكاري لأنها أول شيء ماركة أوروبية غالية، قد تكون بغلات هارلي ديفيدسون أو أغلى، ودراجات أغلى شيء ادفنتشرر and سوبر سبورت ريسر. راح أشي أصوركم الدراجات من برا بس ما راح أدخل. أو هاي ترايمف شمرات حلو. هاي الحمراء دوكاتي مالتي سترادا في 4 أعتقد. مالتي سترادا في 4 أو يمكن موديل الأخير، تجي محركات يعني 900 و1260، تجي سبورت، تجي انترودر، وتجي مواصفات أخرى. أحد سكان الفضاء اللي يقودون ديكاري ترايمف. هاي الترايمف ترايمف تايجر. هاي والموديل الأخير فيها متوسطة من انترودر. هاي الفئة الأخ ترايمف تايجر، إذا تلاحظ بالمثلث جوا كلمة ترايمف مكتوب تايجر. وإهنا أنا راح نلاحظ ترايمف روكت. هاي أكبر محرك على دراجة نارية، محرك 2500 سي سي، 3 سلندر، راح حصان يتولد 200 حصان. طبعاً هنا الترايمف والدوكاتي مشهورات، يعني باشات هواي بتركيا هواي يشوفن بالشارع. أقل هارلي ديفيدسون كلش قليل كالعادة، يعني كعادة هارلي ديفيدسون، مو كل شخص، كلش قليلة.